وللمزيد من المتابعة لفعاليات قمة الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ تنضم إلينا من شرم الشيخ مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. أهلا بك سالي، يعني كنت حاضرة في الجلسة المنصرمة التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه الجلسة، أهم ما جاء فيها وتابعتيه؟ ولمشاهدينا الكرام، بالفعل كنا نتابع على مدار 20 دقيقة تحديدا هذا الخطاب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي بدأ بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه اللحظة المحورية والتاريخية. Thank you. First of all, thank you for hosting the COP27. Egypt, the long call, mother of the world. So it seems appropriate that you go through this environmental effort. And thank you for reminding us. ليس مناخية أيضا تحدث عن أنه اليوم هو يوم المحاربين القدامى، وأثنى وشكر المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري على المجهودات التي قام بها في هذا الصدد. وبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحديث عن الإجراءات التي قامت بها إدارته منذ توليه هذه الرئاسة، الإجراءات التي قامت بها بلاده والتشريعات التي صدرت من الكونغرس الأمريكي في هذا الصدد لمنع حدوث تأثيرات وتقليل الانبعاثات الحرارية والغازات الدفيئة. تحدث عن العديد من الإجراءات التي قامت بها، التشريعات التي صدرت وأقرها الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق ب 368 مليار دولار لتخفيض هذه الانبعاثات واستخدام الطاقة النظيفة بحلول 2030. العديد من المحاور التي تناولها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالكوارث التي تتعرض لها الدول كافة، وإزالة الغابات والأمطار وذوبان الجليد وغيرها بسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب وما تعانيه الدول الإفريقية. عول أيضا على كافة الدول لكي تفي بعهودها في اتفاق باريس وفي قمم المناخ السابقة. تحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتعهد وتحاول الالتزام بالتعهدات في القمم السابقة، ولكن هذه النسخة من هذه القمة وهي معا للتنفيذ، والتي وضعت مصر على أجندتها هذه القمة للتنفيذ. وقال في طيات هذا الخطاب الذي استمر لمدة 20 دقيقة أن الولايات المتحدة ستلتزم بكافة التعهدات التي أجرتها في أوقات سابقة، ستقوم بالعديد من الإجراءات لاستخدام الطاقة النظيفة. وتحدث أيضا عن خطورة استخدام غاز الميثان وأضراره أيضا على الكوكب. تحدث عن الكثير مما يحدث في هذا العالم نتاج ما يحدث من الدول الصناعية الكبرى. تحدث على أن مصر تقوم من هنا بخطوات إجرائية وتنفذ المحاور التي هي من المفترض أن كان يتم تنفيذها في وقت سابق، وأن بحلول 2030 سيتم ظهور هذه النتائج على أرض الواقع. أيضا تحدث عن زيادة التمويل لصندوق المناخ إلى 11 مليار دولار. كل هذه المحاور تحدث خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن. سالي سالم، كنت معنا من شرم الشيخ مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.